عقد اتحاد الكتاب العرب مؤتمره السنوي بدورته العاشرة بعنوان الإبداع مسؤولية وأخلاق في مبنى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. هناك الكثير من العمل، كثير من محاولات تطوير عمل الاتحاد، أداء الاتحاد، محاولات الارتقاء أيضا بالثقافة من خلال الكتب المنشورة، من خلال الدوريات، من خلال الفعاليات التي تقام هنا وهناك في مختلف المحافظات. أقمنا فعاليات في الحسكة، في دير الزور، في معظم المحافظات، في القنيطرة، وأيضا حاولنا إعادة معارض الكتاب، فأقمنا العشرات من معارض الكتاب أيضا. وهناك عمل حاليا يتم على أن يكون هذا العام ضمن الخطة الثقافية هو عام الجولان، بمعنى أن يكون هناك حضور دائم من خلال المناهج، من خلال ساعة دراسية، ساعة في المدارس، ساعة في التعليم العالي، ساعة حتى في الجوامع والكنائس وفي مختلف النقابات تتحدث عن الجولان وعن كون الجولان هو عربي سوري، وأيضا تأكيد على عروبة لواء اسكندرون. وهناك سعي حثيث أيضا لتأسيس الفريق الشباب الثقافي النهضوي السوري. الحوار واسع وحيوي جدا ومفيد جدا، وهناك يعني تقارير تحكي عن ماذا فعل هذا المكتب التنفيذي أو هذا الاتحاد لهذا العام على الصعيد الثقافي والاستثماري والاجتماعي، على صعيد المجلات والصحف، وعلى صعيد استقطاب كامل المبدعين السوريين والعرب. الآمال تأتي من خلال تقييم الناس الإيجابي، زملاؤنا في الاتحاد هم الذين سيقررون اليوم إذا كنا نسير على الطريق الصحيح، فإذا سمعنا منهم كلاما إيجابيا فسيكون ذلك سببا في أن نتابع السير على الطريق نفسه، وإذا سمعنا منهم تقويما لاعوجاجنا سيكون أيضا ذلك مدعاة لسرورنا، لأنهم سيرشدوننا إلى الطريق الصواب. في حالة من الحماسة للقاء أعضاء الاتحاد في المؤتمر، أمل الحضور تقديم كل الآراء التي من شأنها أن ترتقي بالفعل الثقافي وتجعله على قدر التحديات.